طيب هنروح دلوقتي لأهل المنوفية بقى الجمال، وفيها حاجة حلوة، الفقرة الجميلة اللي دايما بنحب نسلط الضوء على إنه بلدنا بخير وناسها حلوين وناسها بكل طاقة جمالية وحلوة لخدمة أهاليهم في المحافظات المختلفة. مجموعة شباب قرروا إن هم يعملوا مبادرة، المبادرة دي إن هم ينزلوا لأهالي المنوفية، طبعا الجو حر، ينزلوا يوزعوا مية ساقعة على أهاليهم في المنوفية، يوزعوا أدوية مثلا على مصابي مرضى كورونا، يوزعوا كمان لو ما كان في صيام في يوم الوقفة بتاعة العيد الكبير، نزلوا وزعوا فطار على الناس. والمبادرة دي الحقيقة مبادرة جميلة جدا جدا، نلاقي مجموعة من الشباب متجمعين على الخير وعلى الحب وعلى كل حاجة حلوة. مبادرة اسمها اروي عطشك. معايا دلوقتي المسؤول الكشافة بإدارة أشمون التعليمية وهو المسؤول عن هذه المبادرة، أحمد شوقي. صباح الفل عليك يا أحمد، وكل سنة وأنت طيب والحاجات الحلوة دي. صباح الفل يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الفل. الحقيقة فكرة ثقافة التطوع وإنه يبقى شباب بيفكر في الآخر ويخدم الآخر وما هو يفكرش احنا في عندنا نفسه، ده شيء رائع جدا. احكي لنا عن مبادرة اروي عطشك. والله احنا موضوع ال مش قصة قرو عطشك بس، احنا في حاجة اسمها الكشافة اللي احنا تبعها كلها. الكشافة دي أساسا بتنمي أو يعني بتبني مواطن صالح يحب بلده، يحب يعمل الخير. عندنا وعد الكشافة، أي حد بيدخل الكشافة جديد لازم يلقي حاجة اسمها الوعد. الوعد ده في جملة فيه في الآخر أن أساعد الناس في جميع الظروف وأن أعمل بقانون الكشافة، يعني أنا أساعد الناس في أي ظرف هم فيه بغض النظر الظرف ده شكله إيه. ده يعني وعد الكشافة عموما يعني. فإحنا بنحاول بقى، يعني أنا كل اللي أنا بحاول أعمله إني اخلي الاولاد اللي معايا، ان انا اوصل فكره للولد الصغير اللي معايا او الشاب اللي معايا او الراجل اللي معايا ان هو يخدم بلده او يعمل اي حاجه بدون اي مقابل، وبدون ان هو ما يفكر مثلا ان حد يشكره ولا حد يقول له انت كويس ولا حد يثني عليه، يعني دون بمعنى اصح. انتظار المقابل تقصد. طب اعمار الولاد اللي معاك مفيش ايه اي، بقى؟ هو انا معايا ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه. هاي الابتدائي ده جميل قوي، طفل صغير ينزل يخدم الناس يعني في طلبه معايا اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي، في يا اولاد معايا قلبي. في الحضانه، يعني معايا جميع الاعمار، لان احنا عندنا الكشافه بتتقسم كذا عمر، يعني في بتتعامل براعم معاهم وفي ازاي؟ يعني تقول له اعمل ايه مثلا، تتكلم معاه ازاي، تفهمه ازاي اهمية ان هو يبقى عنده تطوع ويخدم الناس اللي حواليه والله ويحبهم؟ احنا قبل ما نطلع في اي مبادره بقعد معاهم الاول، بيبقى في كلام نظري كده الاول، هنعمل كذا واحنا بنستفاد ايه وايه اللي ممكن نعمله، طب احنا هايل. رايحين نشارك ليه، طب احنا هنستفاد ايه، طيب احنا ما نبصش بقى لحد يقول لك ايه اللي في ناس كانت بتبص لنا على المنديل بتاع الكشافه ده، ايه الناس الغريبه دي، ايه لبس الكشافه الغريب اللي عليه شارات وحاجات ما حدش فاهمها. بدأ الولد بعد ما كان بيبقى مكسوف انه يبقى لابس كشافه، دلوقتي ممكن يلبس اللبس الكشف ده ويمشي بيه في اي مكان في الدنيا، الناس تشاور عليه ايوه هم دول بتوع الكشافه اللي في البلد. بقى الموضوع بالنسبه له مختلف جدا يعني. طيب ايه بقى اللي بتعملوه في المبادرات دي بقى غير اروي عطشك؟ والله احنا من اول كورونا ما بدأت الحمد لله معايا مجموعه شباب رجاله قوي وجامدين جدا، مفيش بنات؟ عملنا مفيش مجموعه بنات يا احمد؟ معانا بنات برضو، معانا طيب كام اهو بنت يعني، متطوعه كده. يعني بناتنا برضو حلوين قوي. لا، معانا كام بنت متطوعه برضو الحمد لله. بدات اعلمهم ازاي يدوا حقن وازاي يركبوا كانولا وازاي يعلقوا محاليل. بدانا بقى في موضوع كورونا ان احنا نتابع، عملنا مجموعه تمريض كده، اي حد يتصل بينا في اي توقيت بنروح نعمل له اللازم بدون اي مقابل بدون اي شيء خالص. وعملنا برضو مجموعات تعقيم، بنروح نعقم بيوت الحالات ونعقم، كان عندنا الجنائز زادت شويه، كنا بنعقم برضو اي جنازه موجوده كنا بنعقمها كامل من اول الجنازه ما تبدا لحد ما يخلصوا. هايل. وبعدها برضو في رمضان احنا عاملين مبادره او حمله اسمها حمله افطار صائم على الطريق الاقليمي. الحمله دي بقى لها 4 سنين على التوالي الحمد لله، بنطلع يعني ممكن كل يوم مثلا بيبقى في رقم كبير 600 واحد بيفطروا. وطبعا المبادره ديت كان بيشيل، الوقت اللي بتقوموا بيه بالانشطه دي بيبقى وقت مثلا انتوا بتشتغلوا واللي بيدرس واللي بيمتحن، لا والله يعني فبيبقى مثلا في مبادره افطار صايم تنظيم الوقت. بيبقى الربع ساعه اللي قبل المغرب، طبعا وقت حتى لو واحد شغال بيكون رجع من شغله.
خلصته. ولد عنده درس بيكون خلصه. طب سؤال اخير بقى، اللي بيسمعك دلوقتي من اهل اتفضل. المنوفية، انتوا طبعا اللي بيساعد بس من اهل المنوفية ولا ممكن من محافظات تانية؟ لا ده اللي بيساعد، احنا من قرية اسمها قرية شمة، طبعا ممكن يكون حد يسمع عنها. القرية دي قرية أكبر قرية تعتبر في مركز أشمون. القرية دي قرية بسيطة جدا، بس الحمد لله يعني في عندنا نزلتين وطلعتين من الطريق الإقليمي، فده كان يعني مخلي الموضوع بالنسبة لنا سهل جدا. طب اللي عايز يتواصل معاكوا يا أحمد يعمل ايه؟ اللي عايز ينضم. يتواصل فيه، في رقم كاش كده كنا بنعملينه للي عايز يساعد، أو اللي عايز يجي هو ذات نفسه يساعد اه معانا بمجهوده، مفيش أي مشكلة بالنسبة لنا. الموضوع مفتوح للدنيا كلها، الخير طبعا ملهوش حدود زي ما بيقولوا. ايوه، يتواصلوا معاك ازاي يا أحمد؟ والله في مجموعتنا اسمها مجموعة القمر الكشفية بالمنوفية، دي موجودة على الفيس، عليها اه كل الأنشطة بتاعتنا، تمام. وممكن يتواصلوا بيها من خلال إن شاء الله عليها بإذن الله إن شاء الله. انا بحييك احمد شوقي طبعا من يعني اعضاء الكشافه باداره اشمون التعليميه والمسؤول عن الكشافه. حلو قوي قوي ان احنا نلاقي مجموعه شباب بيتجمعوا علشان خاطر يتجمعوا على الخير ويتجمعوا على الحب ويتجمعوا على فكرة انه يساعد الاخر وينبذ العنف ويطبطب على غيره ويديله كوباية مية ولا يديله لقمة او يديله حاجة بحب، ومش يعني مش بتكلف، لا بالعكس بحب. احنا كلنا مع بعض وكلنا اخوات، ربنا خلقنا كلنا في مجتمع واحد، اللي في ايده حاجة يعملها للاخر ويساعده. ده مهم جدا ان احنا نشجع اولادنا على ثقافة التطوع. كتير جدا من اولياء الامور بيقعدوا يقولوا لي ابني اناني، بنتي انانيه، ابني ما بيضرب اخوه، ابني مش عارفه عنده ايه في العنف. عايزه اقول لكم انه ثقافه التطوع لو انتوا دخلتوهم في انشطه مختلفه زي الانشطه دي وينزلوا ويتعرفوا على الناس ويوزعوا على الناس حاجات، ده بالعكس ده هيقلل جدا العنف اللي جوه شخصيته، ده هيقلل جدا جدا انانيته، ده هيخليه هيعلي قوي من قصه تحمل المسؤوليه، هيتواصل مع الاخر. يعني لو ابنك منطوي نزله يعمل نوع ده من الأنشطة. ليه؟ لأنه هيتواصل مع ناس جديدة ومختلفة وهيتكلم وهيتجرأ. يعني ثقافة التطوع دي لو أنت دخلت قريت بس كده قلت ما أهمية ثقافة التطوع، هتلاقي يعني مميزات كتير أوي 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 ومهارات كتير أوي أوي ابنك وبنتك هيكتسبها. عشان كده ده مهم جدا 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 إن أنت تعلموه لأولادكم ويشاركوا فيه.